وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أرحب بك. وزيارة هامة استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لكن ما أهمية هذه الزيارة وأهمية توقيتها خاصة بعد انضمام كرواتيا مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبي؟ كيف سينعكس ذلك على طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ هو طبعا بكل تأكيد اليوم النهارده في قمة هامة جدا ما بين مصر وكرواتيا، بتعمل على الإسهام في تحسين مستوى العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والاستثمارية. تعاون في غاية الأهمية ما بين الدولتين، خاصة إن كرواتيا من الدول شرق أوروبا وطبعا لها باع في العلاقات ما بينها وما بين أوروبا، وهي تعتبر منفذ في شرق أوروبا للاتحاد الأوروبي. بتعتمد على حسن العلاقات ما بيننا وما بين مصر على تكوين علاقات تعاون وشراكة لدخول القارة الإفريقية بالعديد من يعني المجالات، منها السياحة والصناعة وأيضا حركة الاستثمار اللي هي بتتوقع أن تتم خلال الفترة القادمة بالزيادة ما بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الكروات. تباحث النهاردة كان في غاية الأهمية ما بين فخامة الرئيس وما بين الرئيس الكرواتي، ازاي يكون في علاقات يعني زياده في مجالات عده، منها طبعا صناعه السيارات او التكنولوجيا، الطاقه بالاخص والهيدروجين الاخضر، وازاي ان يكون في زياده في الاستثمارات في منطقه قناه السويس والتصنيع الغذائي. هذه المجالات ليها باع في كرواتيا، خاصه انها اكتسبت خبره من الاتحاد الاوروبي وتتمنى انها تخش في القاره الافريقيه عن طريق مصر والوطن العربي. نعم، أيضا كانت هناك إشارة إلى نقطة هامة، العلاقات السياحية المتبادلة بين الدولتين. الرئيس الكرواتي أكد على أهمية هذه العلاقات، كيف يمكن استغلالها في هذه الفترة؟ مصر بالتأكيد دولة سياحية في المقام الأول، وأيضا كرواتيا تحدث رئيسها عن أنها جاذبة للسياحة، كيف يمكن تحقيق الاستفادة من يعني التبادل السياحي في مجال السياحة بين البلدين؟ خلينا نقول من أهم الأنشطة الاقتصادية مجال السياحة، وكرواتيا لها باع كبير جدا في كيفية الترويج للسياحة الأوروبية في العديد من المناطق في العالم، وهذا ما تحدث به الرئيس الكرواتي وقال إن هم ليهم خبرة كبيرة في بعث الرحلات للدول العدة ولهم علاقات مع دول عدة، وبيتمنوا تزيد حركة السياحة داخل القطر المصري داخل الدولة المصرية، وذي باع كبير ليهم في ترويج السياحة الأوروبية للعديد من المناطق وتقديم الخدمات السياحية. حتى تحدث به ان هم يعني بيتمنوا ان هم ليس يكونوا مغلقين في اماكن محددة ولكن ينطلقوا الى العالم اجمع، فيتم الاستفادة ان شاء الله باسهامهم في دخولهم في المناطق، خاصة المناطق الجميلة والطبيعية في مصر مثل ما تحدث الرئيس الكرواتي، وتمنى ان يكون في زيادة في حركة نشاط السياحة وأيضا الصناعات العسكرية والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة يعني التجارة ما بيننا وما بين كرواتيا أو الاتحاد الأوروبي. نعم، من بين ما جاء في المؤتمر الصحفي العلاقات بين البلدين، وكما أشرت دكتور مصطفى ما يتعلق بالطاقة، مصر بتتحدث بعد استضافتها لمؤتمر المناخ عن العديد من النقاط المتعلقة بمجال الطاقة، وتهدف لأن تكون مركز رئيسي يربط القارتين الأوروبية والإفريقية. فيما يتعلق بهذه العلاقات، كيف يمكن أن تستفيد مصر أيضا من متانة العلاقات بينها وبين كرواتيا وتجديد هذه العلاقات في هذا النطاق؟ مظبوط يا فندم، سؤال في غاية الأهمية. خلينا نقول إن القارة الأوروبية بعد الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا للأسف تأثرت تأثر كبير جدا في مجال الطاقة وقطاع الطاقة، خاصة في الندرة اللي يعني بتحاول تعالجها معالجة كبيرة جدا. علشان كده بنشوف إن جميع العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين مصر النهاردة بيقوم على كيفية التباحث إن يكون في شراكة في مجالات الطاقة، خاصة إن مصر الحمد لله بقى ليها من الفائض في حركة التصدير كبيرة خلال العامين الماضيين. خلينا نقول إن من يومين كان السيد الرئيس بيقابل رئيس وزراء رومانيا، وطبعا تحدثوا في هذا الأمر. مصر بتعمل اتفاقيات عدة مع الاتحاد الأوروبي لتلبية قدراتهم طلباتهم كمان في مجال الطاقة. خلينا نقول إن في كثير من الدول في الاتحاد الأوروبي بتبحث عن زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، خاصة مع مصر ودول الوطن العربي، لما طبعا لمصر من باع كبير جدا بقى الحمد لله دلوقتي
زياده الاكتشافات، زياده التعاقدات، كمان خلاف ذلك ان احنا عندنا اكبر مركز للوضع للطاقه في الغاز لشرق البحر المتوسط. هذا الامر كله النهارده كان مجال للتباحث مع الرئيس الكرواتي، ومصر بتحاول ان هي تفتح سوق كبير جدا ليها داخل الاتحاد الاوروبي، وايضا بيكون في علاقات ل يعني زياده المصالحه التصالح في علاقاتها مع القاره الافريقيه، زياده المصالح داخل القاره الافريقيه. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي مصطفى بدرك، انت معنا عبر الهاتف.